انت بتسمع مني وانا راح اقول لك اياه، وهذا رايي الشخصي. احنا اغلاطنا وايد بسبب الممارسه، ممارستنا خاطئه. احنا اغلب قوانيننا اما لا تطبق، واغلب القوانين اللي تطبق مخالفه للدستور، واثبت التجربه العمليه. انا معك صحيح، لكن شو اللي خلانا نركز على هذه الاتفاقيه وشنو سبب الضجه؟ انا ما ابرر الضجه، ولكن اذا كنا هناك قوانين طلعت غير دستوريه وهناك فساد وما الى ذلك، وفعلا اللي يصير بالكويت ما قاعد يصير باي مكان بالعالم، ولكن هذا ما يخليني انا اتوغل في الخطا. يعني اذا كان هناك قوانين طلعت غير دستوريه، ما هذا ما يخليني انا استمر واشوف اتفاقيه غير مخالفه للدستور. وين كان الخبراء الدستوريه ما تكلموا عنها؟ بخصوص الاتفاقيه ولا القوانين السابقه؟ كل القوانين. انا ازعم وهذا رايي الشخصي، انه في قوانين الخبراء الدستوريه ما يدروا عنها. في قوانين احنا كقانونيين ما ندري عنها. يعني انت تصدق انا يعني قانون بخصوص كبار السن، هذا قانون طلع 2007، يعاقب ويجرم اي شخص يقط مثلا ابوه او امه في دار المسنين. يعني اذا هذا المسن عنده ولد او عنده ابن او بنت يعاقب. روح دار المسنين الحين قاعد يطبق القانون؟ انا قاعد اضرب لك مثال انساني. يعني هذا 2007، احنا اغلب القوانين ما مرت علينا لانه ما طبق اساسا. هذا قانون مجمد. انا بسبب ان القضيه كانت عندي شوي قضيه نادره فمر علي، فتفاجات انه صادر من 2007. اذا يقول لك لا، يقول لك ما يقبل الدار، ما تقبل دار الرعايه اي عاجز اذا كان عنده ابناء او بنات. وشلون قبلوهم دار العجزه؟ طيب الحكومه هي خالفه الحكي. مو كذي الحكي، فر انت ما تقبل، شلون راح تاخذ الاجراء ضد الولد؟ هذه ما تمت للحين من 2007. الحين كم سنه هذا القانون كانه اصدر مثل يقولون ها موقف ضد انا اعطيك سالفه اعطيك سالفه يعني على باب القوانين المخالفه. جتني قضيه بخصوص المعاقين، تذكر قانون المعاقين؟ ضجه وسوينا حق المعاقين اللي ما حد سواه وما ادري شنو. راح اصدمك بالمعلومه هذه، وهذه معلومه انا اتحملها وفقا لقضيه انا جتني. عندي احد الموكلين اللهم عافنا عنده 2 ابناء معاقين، اعاقه شديده، اعاقه شديده نفس الدرجه. جاب لي شهاده اعاقه شديده، الثاني اعاقه شديده. تتوقع الجدول شو يقول؟ الاول ياخذ 270 دينار جدول المكافآت او المساعدات اللي خلوها للابناء المعاقين. الاول 270، الثاني كم ياخذ؟ 97. ليش؟ ما ادري. الثالث 52. وما يستجد يعني تسلسل توزيع الجدول، يعني على اي اساس؟ الاول 270، ايه الثاني 97، الثالث 52، الرابع 52. هذا مخالف للدستور؟ على اي لا، مخالف لقانون الاعاقه. هذا الجدول اللي حاطينه ومخالف للدستور في موضوع العداله. فهذا قانونها مثل ما قلت، قوانين كثيره طلعت، لكن متى تكتشفها؟ بالممارسه. يعني انا هذا القانون، انا شخصيا محامي، اقول لك هذا القانون ما مر علي الا من خلال قضيه. وانا لا يقين لو قدم للمحكمه الدستور يقول لك مخالف. طبعا القانون ما في شيء يوضح هذا الجدول. تخيل يعني لا الطرفه لو اولاده يوصلون عمر 18 سنه وما فوق يمشي لهم 600 تقريبا راتب واحد. انت الحين خالفت بينهم وفرقت بينهم وهم صغار، بعد 18 سنه ساويت بالمستحق. وهذا المنطق اللي احنا نتكلم عنه. لو على اي اساس؟ على اي اساس؟ هذا القانون ايش كذا صادر؟ صار الحين فوق سنتين، متى راح يبطل؟